نحن عملنا البيت الادبي وباقي الفعاليات في مدينه ادلب اعتصام وتظاهره بسيطه لنعبر وشوفوها وسائل الاعلام عبر هالتظاهره والاعتصام مشان يبينوا كيف عمال بيقتلوا اهلنا في مدينه حلب، كيف عم بدمروا الاطفال وبيطلعوهم من تحت الانقاض وعم بيضربوهم بقنابل محرمه دوليا، يعني هذا الاجرام اللي ما حد عمال بيشوفه او هن عم بيسكتوا عنه، والله العظيم حرام، والله تعبنا، هن عم بيخسفونا، الايراني والروسي والصيني والمجوسي عمال بيقتلوا بهالشعب هذا البريء، هدول الشعب ابرياء، بدهم يروحوا يقتلوا على المعارك، على الساحات المعارك المجاهدين موجودين، بس ولكن نحن ضمن المدن ما في عنا مسلحين، ولا في عنا نحن مجاهدين، عم بيضربوا هالمدن هاي وبيزهقوا هالارواح البريئه، الاطفال، النساء، نحن بنرفع صوتنا لهيئه الامم المتحده، للدول لحقوق الانسان، تجي تشوف ايش عمال بيصير عنا بحلب، دمروا حلب نهائيا، دمروا كلياتها. الله يعطيكم العافيه. ولا في المناطق المحاصرة في كافة المناطق السورية إلا عبور محبة بسيط لا يرفع إلى دماء شهدائنا في تقدمها وأهلنا في حلب. لذلك نقول لأهلنا في إدلب جميعا، نسأل الله جميعا منكم أن تشاركونا اعتصامنا تضامنا مع أهلنا في حلب، تضامنا مع أهلنا المحاصرين في كل مكان، تضامنا مع أهلنا أخوتنا المجاهدين في كل مكان، نصرة لأهلنا في حلب، تضامنا أو وقفة رجولة ضد الإجرام الصهيوني أسدي، ضد الإجرام الروسي، ضد الإجرام الأمريكي، ضد صمت وسكوت الأمم المتحدة، الأمم المستعرصة، الأمم المجرمة التي لا تعني بالا لدماء شهدائنا الأطفال.